الإطار التنسيقي يتحدث عن انفراجه بعد عطلة العيد، وش باقي إلى العيد؟ تقريبا أسبوعين، وعطلة العيد هم أسبوع، يعني 3 أسابيع، قرابة الشهر، يعني المفروض الانفراجه. هل تثق بأن الانفراجه سوف تأتي بعد 3 أسابيع؟ يعني بداية تحياتي لكما ولضيفكما الكريم وللمشاهدين الكرام. في الواقع كل المناسبات يعني هي تعتبر فرصة للقوى السياسية من أجل أن تعطي لنفسها وقت، مزيد من الوقت، حتى تعيش هذا الوقت، ولكنه وقت لا يمثل إلا مرحلة انسداد سياسي استمرت عليه القوى السياسية، وهو الذي يفرض نفسه على الجميع. بخروج التيار الصدري توفرت أريحية للإطار التنسيقي وللقوى المتحالفة معه وللقوى الأخرى التي أصبحت الآن هي في وضع ممكن أن تتفق مع الإطار التنسيقي. لكن مع ذلك لحد الآن لا توجد رؤية للقوى السياسية إجمالاً بتشكيل الحكومة، لأننا ربما وصلنا قبل يومين إلى حالة، ترقبنا حالة إنه القوى السياسية اتفقت على السيد برهم صالح لرئاسة الجمهورية، وحتى تكتمل أركان العملية السياسية أو الانتخابية ما بعد انتخابات 2021 اللي فعلا مضى عليها تقريبا 9 أشهر، ينبغي أن تمر بترشيح رئيس للجمهورية، وهو واحد من أركان ممارسة الإجراءات الدستورية حتى يختار رئيس الوزراء. بالأمس تغريدة السيد الصدر يعني يمكن غيرت الأمور، ولكن أنا باعتقادي أنه هذا التغيير هو وقتي هو وقتي. ما تزال الرؤية عامة ما بين كل القوى السياسية تتفق على السيد برهم صالح باعتباره هو الأوفر حظا في تولي رئاسة الجمهورية، ولكن هذا الأمر يتوقف على جلسة البرلمان باختياره، وترحيلها إلى ما بعد العيد هو في واقع الحال يمثل لدى كل المراقبين السياسيين إنما هو هروب في مواجهة الحقيقة، والهروب بمعنى ما تزال التحديات موجودة. نعم. طابع المرحلة السياسية الحالية تقريبا اقتربنا من السنة، لم يعد يعني الآن نحن قريبين من الشهر السابع، وفي الشهر العاشر بدأت الانتخابات، فإذا تقريبا اقتربنا من السنة وما تزال العملية السياسية لا تزال الخلافات، إذا أن تأخذ العملية السياسية لطريق مسدود.